مساء الخير على حضراتكم مشاهدي قناة On Time Sports 2، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب الأبطال. وزي ما دايما بنقول إن ملاعبنا كتير وأبطالنا أكيد أكتر، وجولة كده سريعة على مدار حلقتنا ناخد حضراتكم مع أبرز وأهم الأخبار اللي هنتابعها أكيد سواء محليا عربيا إفريقيا وأكيد كمان عالميا. الحقيقة ومتابعتنا للرياضة والتطورات الكتيرة اللي بقت في العالم كله من اهتمام كل حكومة في أي بلد بأن هي تكون بتطور الرياضات بتاعتها، وإزاي شايفين أن الأبطال في الرياضات المختلفة أصبحوا سفراء لبلدهم أيا كانت بقى البلد، ولكن فكرة ثقافة الرياضة بقت حاجة مهمة جدا ومبقتش مجرد رفاهية الأطفال بيعملوها، بقت حاجة مهمة جدا ومنطقية، وبدليل وجود عندنا نجوم كتير جدا وفي رياضات مختلفة بنكون قد إيه سعداء ومبسوطين لما بنشوفهم خارج مصر بيقدموا نماذج مشرفة من تحقيق البطولات، وحتى لو مش بس بيحققوا بطولات، شكل فكرة إن في رياضي مصري عنده إمكانيات كويسة، عنده روح رياضية هايلة، عنده اللغة اللي بيكون بيستخدمها وهو مسافر في الخارج، كل الحاجات دي بقت مهمة جدا جدا ولازم نكون بنهتم بيها. ولكن خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة معاكم في موضوع شوية ممكن يكون حساس ويخص فئة معينة من الناس اللي بتمارس الرياضة، والحقيقة مصدر إزعاج أكيد لرياضيين كتير، مدربين وكمان أولياء أمور. النهاردة ممكن نتكلم معاكم عن الرياضات المنسية بقى أو الألعاب المهملة أصلاً من الأساس، يعني لو كنا مثلاً بنطلق على الألعاب الفردية أن هي ألعاب مظلومة أو ألعاب شهيدة علشان ما فيش أي اهتمام بيها، فده نقدر نقول على بعض بقى الرياضات الأخرى هي ألعاب أكتر من مظلومة كمان شويتين. الألعاب اللي نتكلم عليها دي فعلاً كل عناصرها بيعانوا، سواء لاعبين أو أجهزة فنية أو كمان إداريين أو حتى الاتحادات بتاعة الألعاب نفسها اللي بتلاقي صعوبة كبيرة جدا في توفير الموارد المالية اللازمة لإقامة الأنشطة والصرف على المنتخبات. كم واحد في مصر مثلا يعرف لعبة اسمها الكاياك أو الكانوي، التجديف، الترايلثون، غيرها من الرياضات الكتيرة زي الترامبولين؟ دي كلها ألعاب بالمناسبة عندنا فيها أبطال وأبطال كتير وبيحققوا نتائج مهمة ومميزة وشهدت كمان طفرات كبيرة خلال السنين اللي فاتت. ولكن بنيجي نبص في الشارع وبنيجي نبص على خريطة اهتمام المصريين بالرياضة مش هتلاقي الرياضات دي موجودة خالص على الخريطة بتاعتهم، ولا ممكن يكون على دراية ان هي اصلا موجودة في الحياة. ده ممكن يكون ازمته جاية منين؟ ممكن تكون المشكلة دي تتحل ازاي؟ الاتحادات دي اكيد على رؤسائها مسؤولية ان هم يكونوا بيشتغلوا اكتر ماركتينج، بيكونوا بيحاولوا ينشروا اللعبة، ولكن برضو لو بصينا على الازمة من فوق هتلاقي ان مش كل الاندية بتكون مهتمة ان هي تكون موجودة عندها الرياضات دي في الاندية، فبالتالي مش كل اولياء الامور عارفين ان في رياضات مختلفة عن الكورة والسباحة والجمباز وشوية الرياضات المنتشرة جدا. وكمان بيكون في مشكلة تانية ان بنلاقي الفلوس اللي عندهم قليله جدا، فبالتالي هم مش قادرين يعملوا حاجه. لما نتكلم على الرياضات المختلفه بنقول يد طايره، مش بنجيب خالص سيره الالعاب الفرديه وعلى طول دماغنا بتروح للمصارعه، الجودو، سلاح فروسيه، كاراتيه، تايكوندو، رفع الاثقال وغيرهم من رياضات كتيره، ودخل معاهم السكواش مؤخرا، وده بعد ما ابطاله اجبرونا ان احنا نبص لهم لازم مع الانجازات المستمره ومع الاجيال اللي بتسلم بعضها، فلازم نكون مركزين مع ابطال دايما بيفرحونا سواء رجال او سيدات وكمان الناشئين والناشئات. لكن مين فكر مثلا مره يتابع رياضه اسمها الكاياك او الشراع او التجديف، الجولف، ولو ان ممكن الاخيره دي شويه معروفه نتيجه ان هي منتشره بين اوساط معينه لما بقى يكون في مجال ان هم يكونوا بيلعبوا جولف يعني. طيب مين مثلا بيفكر ان هو يعرف اسامي اصلا اللعيبه اللي في المنتخبات دي؟ مين بيتابع نتائجهم ومشاركتهم في البطولات؟ الصراحه السوشيال ميديا حسنت شويه الحاجات دي، يعني بقى في صفحات معينه على الفيسبوك تحديدا مهتمة بالرياضات ومشاركة المصريين في كل البطولات، وبيكون في بوست لما بيكون في انجازات بيحققوها بتنزل وبتقول لنا والله الفلان الفلاني حقق بطولة كذا، ودايما بتكون بطولات دولية وافريقية وبطولات مهمة جدا، فشوية السوشيال ميديا ممكن تكون بتساعد. والحقيقة دي الحاجة اللي ممكن تكون بيستخدمها الاتحادات في الفترة اللي جاية علشان ينشروا شوية من الرياضات، حاجة مش مكلفة خالص، ممكن دوكيومنتري صغيرة جدا تتعمل تساعد على نشر الرياضة دي. طيب أنا برضو ممكن أقول لكم مفاجأة فيما يخص الموضوع ده، وتحديدا حديثنا عن هذه الرياضات واللي احنا جبنا سيرتها على مدار بداية الحلقة، إن الفكرة إن الرياضات دي كلها ألعاب أولمبية أصلا موجودة في الدورات الأولمبية، يعني ليها منافسات في دورات أولمبية وليها بطولات مؤهلة ليها وتصنيف عالمي وتصنيف قاري، وكل دول العالم تقريبا بتكون بتهتم بيها وبيحصدوا فيها ميداليات. لكن عندنا هنا في مصر الوضع مختلف شوية، وهو ده بقى يعني ليه أصلا بنتكلم في الموضوع ده باختصار، إن الأبطال في الألعاب دي أكيد أكيد محتاجين زيهم زي أي أبطال في رياضات تانية
الاهتمام الجماهيري وكمان المادي والإعلامي. طيب بما إن الموضوع المادي ده عندنا ممكن يكون فيه مشاكل ومش كل الرياضات متوفرة وخصوصا الفردية، يبقى على الأقل يلاقوا اهتمام جماهيري ويحسوا إن في ناس متابعة أصلا ماتشاتهم، عارفين هم بيلعبوا إيه، عارفين أساميهم، بطولاتهم، إنجازاتهم، يحسوا إن في ناس بتقول لهم والله برافو، بنشكركم على مجهودكم ده، فرحتونا زي ما غيركم في الرياضات التانية فرحونا. عشان كده إحنا هنا حابين نسلط الضوء على كل الرياضات دي، ومن كل يوم كده من ساعة ما بدأنا بنحاول تدريجيا نعرف الناس بالرياضات ديت وباللعيبة، وهيكون عندنا من وقت للتاني أبطال في الرياضات المنسية دي نشجعهم ونقول لهم شكرا على مجهودكم، وممكن نعتذر لهم لو احنا كنا مقصرين في حقهم بعض الشيء مع تحقيقهم للإنجازات وما كناش موجود، هنلقي الضوء عليهم ونعرف الجماهير كمان بإنجازاتهم ونجاحاتهم.